السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل السادة المتابعين الأفاضل، أحب أعرف حضراتكم إن القناة متوفر عليها دلوقتي منهج الساينس لبرايمري 6. أتمنى من حضراتكم تتابعونا، لأن اللي هيدرس المادة أستاذة من أفضل الأساتذة المتخصصين في مادة الساينس. وزي ما احنا متعودين، هنوفر شرح كامل ووافي لكل أجزاء منهج الساينس، وهنوفر كمان ملخصات شاملة للمنهج، وهيكون معاها مجموعة من الشيتات، وبرضه هنحل أسئلة كتاب الأساسمنت. علشان توصلوا للفيديوهات هتلاقوا بلاي ليست او قائمه تشغيل الفيديوهات عنوانها ساينس جريد 6 سكند تيرم، هتلاقوا كل الفيديوهات موجوده فيها ان شاء الله. اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 6 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد مع بعضنا ليسون 4 في يونت 1 اللي بعنوان مالتيبلاينج اند ديفايدنج انتجرز. الدرس بتاعنا النهارده انا بعتبره درس سهل، ويعتبر بنتعرف فيه اكتر على السيت اوف انتجرز زد. علشان نفتكر خصائص الزد، احنا قبل كده كان عندنا set of number اسمها الناتشرال نمبر، وكنا بنرمز لها بالرمز ايه؟ بالرمز n. وكانت الn دي ما عنديش فيها مشاكل خالص، لان لما كان بيقابلني مثلا حاجة زي 5-3 كنت بقول ان هي بتيكوالز معايا كام؟ بتيكوالز 2. ولكن لما درسنا set of integers z اللي هي علينا السنة دي اللي هي الزد، لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان ظهرت مجموعه من النيجاتيف انتجرز وقلنا عليهم زد نيجاتيف. طيب ظهور المجموعه دي عرضني لحاجه غريبه قوي، عرضني لحاجه جديده اول مره نشوفها اللي هي 3-5. 3-5 ما كناش بنعرف نحلها في الان، ولكن اتعلمنا الدرس اللي فات ان انا ممكن احلها عن طريق هقول 3+(-5) ويبقى الانسر عندي نيجاتيف 2. وده اللي احنا اتعلمناه الدرس اللي فات، ازاي نتعامل مع النيجاتيف انتجرز. بالنسبه للمالتيبليكيشن والديفيجن، في حاله الان ما كانش عندي اي مشكله خالص، لان ال5 وال3 كنت بقدر اعمل لهم مالتيبليكيشن على طول 3×5، وكنا بنقول ان هي بتيكوالز معايا 15. ولكن بعد ظهور النيجاتيف انتجرز ممكن يقابلني حاجة زي كده، يقابلني نيجاتيف 3×5، وممكن يقابلني 3×، نيجاتيف 5. مش كده وبس، ده أنا ممكن يقابلني نيجاتيف 3×، نيجاتيف 5. الحاجات دي كلها ممكن تقابلني في الزد، ما كانتش بتقابلني في الان. وعلشان كده هنتعلم مع بعضنا في الدرس ده القواعد بتاعه الزد نيجاتيف في حاله المالتيبليكيشن. يلا مع بعضنا نبدا الدرس ونتعرف اكتر على المالتيبليكيشن. المالتيبليكيشن احنا كنا قلنا قبل كده ان هو ريبيتد اديشن، يعني جمع متكرر. لما اقول لك 2×3 يعني مرتين، 2×3 يعني احنا نقصد ان ال 3 نضيفها على نفسها مرتين، يعني 3+3. لو هنيجي نمثلها على النمبر لاين هنمشي 3 في البوزيتيف دايركشن، وبعديها كمان 3 نوصل ل 6. واحنا كنا خدنا الدرس اللي فات ان السم بتاع الانتجرز لازم يديني انتجر. اي 2 انتجرز اعمل لهم اديشن لازم يكون ليهم ناتج. وعلشان كده برضو البرودكت لأي 2 انتجرز لازم هيديني انتجر. اللي يهمني الدرس ده المجموعة دي، عايزين نعرف الرول اللي بتحكم البوزيتيف انتجر والنيجاتيف انتجرز. لو أنا عندي 3×2 معناها إيه؟ 3× يعني 3 مرات، 3×2 يعني 2 متكررة 3 مرات، يعني 2+2+2 equals 6. أنا ما يهمنيش دلوقتي خالص المعنى، المعنى ده خلوه لبعدين ممكن السنة الجاية نتعرض ليه أكتر. ولكن اللي يهمني في الدرس ده إن أنا عندي بوزيتيف انتجر اتعمل له تايمز مع بوزيتيف انتجر، الناتج يديني إيه؟ يديني بوزيتيف انتجر. تمام؟ علشان كده بنقول بوزيتيف تايمز بوزيتيف يديني بوزيتيف. طيب لو قلت 4×-2 معناها إيه؟ 4× يعني 4 مرات، نيجاتيف 2 يعني النيجاتيف 2 هنكررها بالاديشن 4 مرات. المينينج ده او المعنى ده ما يهمنيش، انا يهمني ايه؟ الساين. عندي بوزيتيف انتجر اتعمل له مالتيبليكيشن مع نيجاتيف انتجر،
الناتج هيديني ايه؟ هل بوزيتيف انتجر ولا نيجاتيف انتجر؟ لا يديني نيجاتيف انتجر. يعني بوزيتيف تايمز نيجاتيف يديني نيجاتيف. طب لو قلنا نيجاتيف 3 تايمز 4 يعني نيجاتيف انتجر تايمز بوزيتيف انتجر، الناتج هيديني ايه؟ نيجاتيف 12. بعمل لل 3 تايمز 4 تديني 12 والساين عندي نيجاتيف، يعني نيجاتيف انتجر تايمز بوزيتيف انتجر يديني نيجاتيف انتجر. طيب معناها ايه؟ معناها ان الفور كررناها 3 مرات في الاوبوزيت دايركشن، في الاتجاه الاخر، لان احنا قلنا ان النيجاتيف عكس الشيء البوزيتيف. فنيجاتيف 3 معناها كرر لي الفور 3 مرات في عكس الاتجاه. ولو جالي نيجاتيف انتجر تايمز نيجاتيف انتجر الناتج يديني ايه؟ يديني بوزيتيف انتجر. ما يهمنيش المعنى خالص ولا التفسير، انا يهمني نعرف الاتي، ان النيجاتيف انتجر تايمز نيجاتيف انتجر هيديني بوزيتيف انتجر. يعني لما اقول لك 3 تايمز 5 تقول لي ايه؟ 15 على طول. بوزيتيف تايمز بوزيتيف يديني بوزيتيف. طيب لو قلت لك نيجاتيف 3 تايمز النيجاتيف 5 تقول لي ايه؟ تقول لي يا مستر على طول 15. ليه؟ لان القاعده بتقول لي نيجاتيف تايمز نيجاتيف يديني بوزيتيف. طيب ولو قلت لك 3 تايمز نيجاتيف 5 تعمل 3 تايمز 5 15 وتبقى الساين عندي نيجاتيف، علشان بوزيتيف تايمز نيجاتيف يديني نيجاتيف. طيب لو قلنا نيجاتيف 3 تايمز 5 تديني برضو نيجاتيف 15، علشان نيجاتيف تايمز بوزيتيف يديني ايه؟ نيجاتيف. يبقى القاعده بتاعتنا لو التو انتجرز زي بعض الناتج يطلع بوزيتيف، ولو التو انتجرز واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف الناتج يطلع نيجاتيف. يبقى احنا لاحظنا ان الملتبليكيشن لاي تو انتجرز از اولويز بوسيبل ان زد. ممكن اقدر اعمل ملتبليكيشن لاي تو نمبرز فين؟ في الزد. لو كانوا الاثنين بوزيتيف انتجرز الناتج هيكون بوزيتيف، ولو كانوا الاثنين نيجاتيف انتجرز الناتج هيكون بوزيتيف برضو. ولو عندي الاثنين واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف او العكس الناتج هيكون نيجاتيف. يبقى نكرر تاني القاعدة المهمة جدا اللي بتقولي ان الساينز بتاعتك بتاعت الانتجرز لو هما الاتنين ذا سيم زي بعض البرودكت او الناتج يبقى بوزيتيف. وقلنا بوزيتيف تايمز بوزيتيف يديني بوزيتيف ونيجاتيف تايمز نيجاتيف يديني بوزيتيف. ولو كانت الساينز بتاعت التو انتجرز مختلفة يعني واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف البرودكت او الناتج لازم يكون نيجاتيف. وقلنا بوزيتيف تايمز نيجاتيف يديني نيجاتيف ونيجاتيف تايمز بوزيتيف يديني نيجاتيف. الدرس بتاعنا سهل جدا مفيش فيه اي مشاكل خالص. طيب بالنسبه للقواعد بتاعه الملتيبليكيشن باي زيرو زي ما احنا متعودين في الناتشرال نمبرز اي حاجه تايمز زيرو بايه؟ بزيرو. يعني بوزيتيف تايمز زيرو بزيرو، زيرو تايمز بوزيتيف بزيرو، نيجاتيف تايمز 0 بزيرو، زيرو تايمز نيجاتيف بزيرو. تمام يا اولاد؟ طيب يلا نشوف اكزامبل 1. فايند ذا برودكت اوف ايتش اوف ذا فولوينج. انا يهمني تاخدوا بالكم من الساينز. عندي هنا نيجاتيف 8 تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف، و8 تايمز 1 8 حاجات سهله خالص. 5 تايمز نيجاتيف 2 5 تايمز 2 10. طب والساين نيجاتيف ان عندي واحد فيهم نيجاتيف. طيب 0 تايمز اي حاجه 0. طب نركز هنا ده ابسوليوت لنيجاتيف 4 يعني دي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 تايمز ال 4 تديني كام؟ 8. طيب ناخد بالنا ده نيجاتيف بره هيستنى وده ابسوليوت، يعني ايه؟ النيجاتيف بره اللي هتستنى اهي الابسوليوت بتاع النيجاتيف 3 3. يبقى انا عندي نيجاتيف 3 تايمز ال 5 واحد وواحد يديني نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 15. طب اللي بعديها النيجاتيف ده هيستنى بره، يبقى انا عندي هنا نيجاتيف. ونيجاتيف 4 تايمز 6 بكام؟ بنيجاتيف 24. واحنا خدنا الدرس اللي فات ان لو عندي نيجاتيف ووراء نيجاتيف انا ممكن اقلب النيجاتيف ده لبوزيتيف ساين واكتب الانفرس بتاع ده اللي هو ال 24، يعني هتيكوالز معانا كام؟ 24.
بعد كده يا اولاد لما نشوف نيجاتيف ساين ووراها على طول نيجاتيف ساين، احنا ممكن نقول ان اول نيجاتيف دي نعتبرها نيجاتيف 1 والنيجاتيف الثانيه بتاعت النمبر اكنها نيجاتيف 24، يبقى هما الاثنين بكام؟ ببوزيتيف 24. يعني بعد كده عايزكم تتعودوا اي 2 نيجاتيف ساينز ورا بعض نقلبهم بوزيتيف على طول. يلا نشوف مسائل التروي. بيقول لي find the product of each of the following: negative 3 times 5 negative 15. ليه قلت negative؟ علشان عندي واحد negative والتاني positive، الاثنين مختلفين، هنا الاثنين زي بعض يبقى هيديني positive 4 times 6 24. يلا اي حاجة times 0 بزيرو، هنا واحد positive والتاني negative يبقى لازم الاجابة negative 6 times 3 18. طيب هنا نيجاتيف 100 وده ده كده 2، يبقى نيجاتيف 100 تايمز 2 بنيجاتيف 200. ليه قلت نيجاتيف؟ علشان ده واحد نيجاتيف والتاني بوزيتيف، نيجاتيف تايمز بوزيتيف بنيجاتيف. يلا 1 تايمز 3 ب 3، 3 تايمز 3 ب 9. تمام. طيب يلا دلوقتي نتعرف على الخصائص بتاعه المالتيبليكيشن في الزد. احنا الدرس اللي فات خدنا فكرة عن هذه الخصائص، يلا مع بعضنا نشرحها تاني في الايه؟ في الملتبليكيشن. اول خاصية عندي الكلوجر بروبرتي. يعني ايه الكلوجر؟ يعني مقفولة على نفسها، يعني كل الانتجرز بتاعت الزد مقفولة على نفسها في حالة الملتبليكيشن. يعني لو عندي تو انتجرز تعمل لهم ملتبليكيشن الناتج برضو موجود جوه الزد. تمام؟ يعني الـ product of any two elements of Z is always an element of Z. طيب تاني خاصية عندي الـ commutative property. بتقول لي إيه الخاصية دي؟ هل من حقك تبدل الأماكن بتاعة الـ integers في حالة الـ multiplication ولا مش من حقك؟ أما أجي أبص هنا ألاقي negative 3 times negative 4 بـ 12، ولو بدلنا إداني برضو 12، يبقى الـ answer ما تغيرتش، يبقى أنا من حقي أبدل، مفيش مشكلة. زي الاديشن بالظبط، مين اللي كان مش من حقي ابدل؟ السبتراكشن. تمام. طيب الاسوشيتيف بروبرتي معناها ايه؟ خاصيه المشاركه. بتقول لي ايه؟ بتقول لي هل من حقك تاخد اي اتنين مع بعض ولا لازم ترتيب معين؟ نيجي نشوف. لو انا عندي 4 تايمز نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 2، هل لازم نلتزم بترتيب معين ولا لو واحد في الاول خد الفور مع النيجاتيف 3 طلع الانسر بتاعتهم وبعد كده عمل تايمز نيجاتيف 2 هيديله كام؟ 24. جه واحد تاني قال لا انا هاخد النيجاتيف 3 مع النيجاتيف 2 الاول ابدا بيها، الانسر طلعت 24، ما حصلش اي اختلاف في الايه؟ في البرودكت في الانسر. يبقى معنى كده ان الاسوشيتيف بروبرتي او خاصيه المشاركه ممكنه في عمليه الملتيبليكيشن، من حقنا ناخد اي اتنين نبدا بيهم. الخاصيه اللي بعد كده اللي هي الاكزيستنس اوف ذا مالتيبليكاتيف ايدنتيتي او النيوترال اليمنت ان زد. عمليه الملتيبليكيشن بتتميز بوجود عنصر نيوترال. نيوترال يعني ما بيأثرش على الانتجر اللي معاه في عمليه الايه؟ الملتيبليكيشن. اللي هو مين؟ اللي هو ال1. ال1 لو بيتعمل له ملتيبليكيشن مع اي انتجر هل بيغيروا؟ لا ما بيغيروش. ليه؟ علشان ال1 نيوترال في عمليه الملتيبليكيشن. 1 تايمز 3 بيديني 3، هي 3 تايمز 1 برضو بيديني 3. تمام. طيب كلمه ايدنتيتي احنا قلنا قبل كده ان هي هويه او حاجه بتميز عمليه الملتيبليكيشن. الملتيبليكيشن بيتميز بوجود عنصر نيوترال اللي هو ال1. طيب الخاصية اللي بعد كده خاصية مهمة جدا وخدناها السنة اللي فاتت، اللي هي ان الملتيبليكيشن نقدر نعمل له ديستريبيوشن اوفر اديشن اند سبتراكشن. ممكن نوزع الملتيبليكيشن على الاديشن. مهم قوي توزيع الملتيبليكيشن على الاديشن. ازاي؟ يلا نبص ازاي. لو انا عندي 2 تايمز نيجاتيف 4 بلس 7، احنا كنا بنقول ايه؟ الاول ابدا بالحاجه اللي موجوده بتوين براكتس. يعني كنا بنعمل نيجاتيف 4 بلس 7 تديني 3،
وكنت اقول 2 تايمز 3 يديني كام؟ يديني 6. القاعده بتاعتي دلوقتي بتقول لي انت من حقك ال2 دي توزعها مره على النيجاتيف 4 ومره على ال7. يعني اقول 2 تايمز نيجاتيف 4 بلس، اهي البلس دي اللي هي ايه؟ اللي هي دي بلس مين؟ 2 تايمز 7. اللي حصل ده اسمه ايه؟ اسمه توزيع الملتبليكيشن على الاديشن، تمام؟ وهتشوفوا بعد كده ان هو بيسهل عليا حاجات كتير. طيب زي كده برضو دي عمليه سبتراكشن، 5 ماينس 7 بنيجاتيف 2، 3 تايمز نيجاتيف 2 بنيجاتيف 6. من حقي اوزع ال3 مره مع ال5 ومره مع ال7 واقول 3 تايمز 5 ماينس 3 تايمز 7. ايه اللي حصل هنا؟ حصل ديستريبيوشن او توزيع للمالتيبليكيشن على السبتراكشن، تمام؟ هنا يديني 15 ماينس 21 اللي هي نيجاتيف ال6. هنشوف بعد كده ان القاعده دي بتسهل عليا حاجات كتير قوي. طيب يلا نشوف اكزامبل 2. بيقول لي use the properties of multiplication of integers to find. يلا اول واحده معانا نيجاتيف 4 و57 ونيجاتيف 25. احنا قلنا من الدرس اللي فات طالما اكتر من 2 يبقى لازم هستعمل الاسوشيتيف بروبرتي، لازم. طب انا بعيني اخد مين مع مين الاول؟ ناخد ال4 مع ال25. ما ننساش 4 تايمز 25 equals 100، 8 تايمز 125 equals 1000. الحاجات دي مهمه قوي. طيب يبقى انا محتاج ابدا بالنيجاتيف 4 مع النيجاتيف 25، يبقى نجيب دول كده مكان ايه؟ مكان بعض. يبقى اقول كده ده هيكوالز معايا نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 25، الكلام ده تايمز كام؟ 57. اسمها ايه الخاصيه دي؟ الكوميوتيتيف بروبرتي. وزي ما قلت لكم طالما هم ثلاثة ولازم اختار منهم اثنين يبقى لازم نعمل اسوسيشن. هاخد مين؟ هناخد الاثنين دول اعمل كده نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 25 الناتج بتاعهم هعمل لهم تايمز 57. دي اسمها الاسوشيتيف بروبرتي. يلا الاثنين دول يدوني 100 بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ بالبوزيتيف عشان عندي واحد نيجاتيف وواحد كمان نيجاتيف. نيجاتيف تايمز نيجاتيف يديني بوزيتيف. الكلام ده تايمز كام؟ 57. هل استعملنا اي خاصيه؟ لا، ده مالتيبليكيشن عادي خالص. اللي هو الانسر عندي تديني 5700. يلا اللي بعد كده ناخد مين مع مين؟ ناخد ال8 مع ال125 وال2 مع ال50. يبقى بدل الاثنين دول مكان بعض. ودي هتيكوالز معانا 8 تايمز 125 الكلام ده تايمز 2 تايمز نيجاتيف 50. استعملنا الكوميوتيتيف بروبرتي. طيب نعمل اسوسيشن، ناخد ال 8 مع 125 وناخد ال 2 مع النيجاتيف 50. استعملنا الاسوشيتيف. بروبرتي. يلا 8 تايمز 125 ب 1000. 2 تايمز نيجاتيف 50، ناخد بالنا نيجاتيف 100. ليه نيجاتيف؟ عشان عندي واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف، يبقى الانسر عندي بالنيجاتيف. طيب واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف، يبقى الانسر عندي بالنيجاتيف يديني نيجاتيف 100000. اللي شايف انه بيستفيد من القناه وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناه عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشه. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا مع بعضنا نشوف example 3. بيقول لي use the distribution property to find the value of each of the following. المسائل دي جميلة جدا وركزوا معايا فيها.
خاصية التوزيع احنا تعلمنا ان بيجي لي نمبر وبعمل له ديستريبيوشن على الاديشن. المنظر اللي قدامي ده عبارة عن ايه؟ هي جايالي متوزعة اصلا، هنا هي جايالي ديستريبيوتد اصلا، يعني الثري هنا موجودة هنا كده وموجودة هنا، يعني الثري متوزعة على الاديشن، يبقى انا مطلوب مني ارجعها لاصلها. تمام؟ يبقى الخاصية دي لما باجي احل عليها بتجيلي في الصورة دي وانا برجعها لاصلها. لما نيجي نرجعها لاصلها اكن بالظبط باخد كومون فاكتور زي ما اتعلمنا السنة اللي فاتت. الثري ديت اطلعها بره من هنا ومنين ومن هنا، تبقى كده 3 تايمز، يبقى هنا مين؟ النيجاتيف 4، ويبقى هنا مين؟ ال 5، اللي هي هتيكوالز ايه؟ هيبقى 3 تايمز نيجاتيف 4 بلس ال 5 يديني 1. 3 تايمز 1 تديني كام؟ تديني 3. تمام يا اولاد؟ طيب نيجي نبص هنا بقى، عايزين نلمح بعينينا النمبر اللي حصل له ديستريبيوشن، واضح جدا ان هو الفايف. الفايف دي متوزعة، يبقى اخدها برة واعمل الاديشن، هيبقى عندي هنا 7 بلس نيجاتيف 7. 7 بلس نيجاتيف 7 بزيرو، يبقى 5 تايمز زيرو تديني كام؟ تديني زيرو. طب ممكن حد يقول يا مستر انا هعمل 5 تايمز 7 يديني 35، و 5 تايمز نيجاتيف 7 بنيجاتيف 35 والصم بتاعهم 0. ماشي، بس هو بيقول لك يوز الديستريبيوشن بروبرتي، بيقول لك استخدمها. طب هي هنا اصلا مستخدمه؟ لا، رجعها لاصلها. تمام؟ لما نيجي نبص على دي هنلاحظ ان انا لو استخدمت الديستريبيوشن هسهل على نفسي كتير. ليه؟ انا شايف بعيني النيجاتيف 17 موجوده هنا وهنا وهنا، اخدها بره تبقى كده نيجاتيف 17 كلام ده تايمز مين اللي متبقي؟ 15، ومتبقي هنا 35، هيبقى بلس 35. ليه قلت بلس؟ اهي، وهنا هيبقى ماينس. ماينس كام؟ ماينس 50. تمام؟ طيب دي هت ايكوالز نيجاتيف 17، 15 و35 50 ماينس 50 بزيرو تديني كام؟ تديني زيرو. ناخد بالنا يا اولاد من الشرط اللي توزع يكون اول فاكتور، ممكن يجي لي الفاكتور الثاني عادي. تمام؟ طيب يلا نشوف اكزامبل 4. بيقول لي فايند ايتش اوف ذا فولوينج باي تو ميثودز، عايزين نجيب الحل بتاع الكلام ده بطريقتين، انا كتبتهم مرتين. طيب اول طريقه ان انا اعمل اللي بتوين براكتس الاول، يبقى ده 5 تايمز كام؟ هنا نيجاتيف 3 بلس نيجاتيف 5 بنيجاتيف 8. 5 تايمز نيجاتيف 8 تديني كام؟ نيجاتيف 40. طبعا عايزين طريقة تانية نوزع، اوزع ده هنا وده ايه؟ وده هنا. هيبقى عندي 5 تايمز نيجاتيف 3، الكلام ده هيبقى بلس 5 تايمز كام؟ النيجاتيف 5. هتديني كام؟ هنا نيجاتيف 15، كلام ده بلس، هنا نيجاتيف 25. الانسر عندي هتديني كام؟ نيجاتيف 40. طيب مين الاسهل؟ طبعا ان انا استخدم ده. طيب مش احنا يا مستر خدنا الطريقه دي عشان تسهل عليا؟ اه، هي هتسهل عليك لو رجعت بيها، لكن هي لو جات لي كده اعمل اللي بتوين براكتس الاول، والكلام ده هنوضحه اكتر في نمبر بي. عايزين نعمل دي بطريقتين. اول طريقه ان انا اعمل 120 تايمز 19، لو احنا معناش كالكوليتر وهنعملها هنقول كده، الزيرو ينزل هننزل الزيرو. 12 تايمز 9 ب 108، هننزل ال 8 وهنكاري اب 10. 12 تايمز 1 ب 12 بلس 10 تديني كام؟ 22، يبقى 2280، وهنا هيبقى بلس النيجاتيف بتاعها نيجاتيف 2280. الصم بتاعهم يديني كام؟ يديني زيرو. بس ممكن حد ما يعرفش يعمل دي الا لو معاه كالكوليتر، ممكن يتلخبط.
لكن هو بقى لو استخدم الديستريبيوشن اوفر الاديشن، هو شايف بعينه 120 هنا و120 هنا، هيقول ايه؟ الله طب انا اخدها بره، اقول كده 120 تايمز اوبن براكت، اكتب هنا 19 هيبقى بلس، واكتب هنا نيجاتيف 19 تمام، اللي هو هيكوالز معايا 120 تايمز الزيرو تديني كام؟ تديني زيرو. واضح طبعا ان انا عشان عارف الخاصيه بتاعت الديستريبيوشن وعارف ان المنظر ده جاي لي متوزع اصلا ورجعت لاصلها، الموضوع بقى اسهل معايا. الجزء الثاني اللي في الدرس اللي هو dividing integers، هل الديفيجن ممكنه في الزد؟ بالفعل الديفيجن ممكنه في الزد. طب القواعد بتاعتي بتاعت الساينز نفس قواعد الاشارات بالنسبه للمالتيبليكيشن، يعني لو عندي بوزيتيف انتجر ديفايدد بوزيتيف انتجر يديني بوزيتيف، 6 ديفايدد 2 يديني 3، طيب نيجاتيف ديفايدد بوزيتيف يديني نيجاتيف، بوزيتيف ديفايدد نيجاتيف يديني نيجاتيف، نيجاتيف ديفايدد نيجاتيف يديني بوزيتيف. تمام، يبقى احنا القواعد بتاعت الساينز هي زي المالتيبليكيشن بالظبط، المتشابهين يديني بوزيتيف، المختلفين يديني نيجاتيف. طيب هل دلوقتي جميع عمليات الديفيجن ممكنة في الزد؟ يعني ايه كلمة جميع عمليات الديفيجن؟ يعني اي تو انتجرز لو عملنا لهم ديفيجن يديني انتجر. نبص كده، لو عندي 5 ديفايدد 3 اللي هي 5 اوفر 3، 5 اوفر 3 ده فراكشن، واحنا قلنا ان الزد مفيش فيها فراكشنز خالص، يبقى الديفيجن از نوت اولويز بوسيبل، مش ممكن بصفه دائمه في الزد. تمام، او بنقول بمعنى اخر الزد از نوت كلوزد اندر الديفيجن، يعني جبنا 2 انتجرز من الزد الناتج ما طلعش في الزد، يبقى مش مقفول على نفسها. تمام، يبقى الزد مش كلوزد اندر الديفيجن. طيب يبقى لو حبينا ناكد على القواعد بتاعت الاشارات اهي، بوزيتيف ديفايدد بوزيتيف يديني بوزيتيف، ونيجاتيف ديفايدد نيجاتيف يديني بوزيتيف، 8 ديفايدد 2 يديني 4، نيجاتيف 10 ديفايدد نيجاتيف 2 يديني 5. طيب لو الساينز مختلفه يديني نيجاتيف، 40 ديفايدد نيجاتيف 5 يديني نيجاتيف 8، نيجاتيف 42 ديفايدد 6 يديني نيجاتيف 7، طلعت النتيجه بالنيجاتيف علشان عندي واحد من الفاكتورز بالنيجاتيف. طب بالنسبه بقى للزيرو، زيرو ديفايدد اي حاجه يديني زيرو، زيرو ديفايدد 2 يديني زيرو، يعني زيرو ديفايدد بوزيتيف يديني زيرو، زيرو ديفايدد نيجاتيف يديني زيرو. وناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان الديفيجن باي زيرو هاز نو مينينج، يعني ما ينفعش حد يقول لي 5 اوفر زيرو، ما ينفعش الزيرو ما ينفعش يبقى في الدينومينيتور، وبنقول ان هي هاز نو مينينج او ملهاش معنى. يلا نشوف مسائل التراي. بيقول لي ستيت هو ويذر ذا كوشنت از بوزيتيف نيجاتيف اور زيرو. الكوشنت اللي هو ناتج عمليه القسمه، هو احنا عايزين نحدده بس، هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا زيرو. يلا نيجاتيف ديفايدد نيجاتيف يديني بوزيتيف، ها نيجاتيف ديفايدد بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف ونيجاتيف مختلفين نيجاتيف، 0 divided 3 0، 0 divided negative 0، positive و positive positive. تمام، طيب يلا نشوف example 5 وهنطلع منه بمعلومة مهمة قوي. انا عندي هنا 6 divided negative 3 وعندي negative 3 divided 6، ايه اللي احنا ملاحظينه؟ مبدلين مكان التو فاكتورز مكان بعض، هل الاجابة واحدة؟ 6 divided negative 3 دي negative 2، ونيجاتيف 3 ديفايدد 6 مش ممكنه في الزد، ما ينفعش، ده هيديني فراكشن، نيجاتيف 3 ديفايدد 6 هيديني فراكشن اللي هو نيجاتيف 1 اوفر ال2. يبقى معنى كده ان انا مش من حقي ابدل في الزد، ما ينفعش نعمل كوميوتيشن، يبقى الديفيجن اوبريشن ان زد از نوت كوميوتاتيف. تمام، يبقى لا هي كلوزد ولا كوميوتاتيف ومش هتطلع اسوشيتيف كمان. طب يلا نشوف اكزامبل 6. عندي 36 divided ال 6 divided ال 2، هل من حقي اخد اي اتنين اعملهم الاول
ولا لازم امشي بطريقه معينه؟ يلا نشوف. لو بدانا بالاثنين دول وعملنا لهم اسوسيشن، هو هنا حاطط نيجاتيف 6 نحط نيجاتيف زيه. لو بدانا بالاثنين دول وعملنا لهم اسوسيشن هيديني نيجاتيف 6. 36 ديفايدد نيجاتيف 6 بنيجاتيف 6، ديفايدد 2 يديني نيجاتيف 3. طب لو خدنا بقى هنا نيجاتيف 6 ديفايدد، خدنا الاثنين دول بدانا بيهم هيدوني نيجاتيف 3. نيجي نعمل 36 ديفايدد نيجاتيف 3 يديني نيجاتيف 12، دي حاجه ثانيه خالص. ايه ده؟ يبقى انا برضو مش من حقي اخد اي اثنين بمزاجي، لازم ترتيب معين. ايه هو الترتيب المعين؟ فروم ليفت تو رايت، من الشمال لليمين، امشي من الشمال لليمين، اللي يقابلني اعمله. يعني هي دي الصح مش دي، لان انا هنا بدات من الشمال لليمين، خدت 36 ديفايد نيجاتيف 6 طلعت الانسر عملت لها ديفايد 2. يبقى معنى كده ان الديفيجن اوبريشن ان زد از نوت اسوشيتيف. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الديفيجن ما ينفعش نعمل فيه كوميوتيشن وما ينفعش نعمل فيه اسوسيشن، وكذلك الزد از نوت كلوزد سيت اندر ديفيجن. طيب يلا نشوف اكزامبل 7. مديني السيمبل A بيقول لي ان هو بيكوال 6 والسيمبل B بنيجاتيف 2 والسيمبل C بنيجاتيف 6. بيقول لي find the result of each of the following. عايزين نجيب قيمة 4A divided 2B. 4A يعني 4 times A. احنا واخدين الكلام ده السنة اللي فاتت. طيب ده هيكوالز A، يلا نعوض. هيبقى 4 times الـ A بكام؟ 6. الكلام ده divided. عندي هنا 2 times الـ B بكام؟ بنيجاتيف 2. يلا 4 times 6 24. الكلام ده divided. 2 times negative 2 بنيجاتيف 4. 24 divided negative 4 بنيجاتيف 6. يلا اللي بعد كده، عايزين A times B divided C. يلا نعوض. الـ A بكام؟ الـ A ب 6 times الـ B بكام؟ بنيجاتيف 2. الكلام ده divided. الـ C بكام؟ نيجاتيف 6. أول حاجة عندي 6 times negative 2 بنيجاتيف 12. الكلام ده هيبقى divided negative 6. negative divided negative يديني positive. 12 divided 6 يديني 2. يلا اللي بعديها A plus C divided B. الـ A بكام؟ الـ A ب 6. الـ C بكام؟ negative 6. الكلام ده divided B يعني divided negative 2 اللي هو هيكوالز 0 divided negative 2 تديني كام؟ تديني 0. طيب اخر واحدة معانا A minus C. الـ A بكام؟ 6 minus الـ C بكام؟ negative 6. الكلام ده divided الـ B. الـ B بكام؟ بنيجاتيف 2. يلا دي نعملها ازاي؟ 6 ماينس نيجاتيف 6. احنا قلنا الدرس اللي فات الماينس احوله بلس واكتب الانفرس بتاع الانتجر اللي بعديه. الدرس ده انا قلت لكم حاجه تانية، لما اشوف اتنين نيجاتيف ورا بعض احولهم بوزيتيف، يبقى دي اكنها 6 بلس ال 6 ها ديفايدد نيجاتيف 2 تديني كام؟ تديني 12 ديفايدد نيجاتيف 2 اللي هي نيجاتيف ال 6. وبكده يا اولاد يبقى وصلنا لنهايه الليسون. الليسون ده مهم جدا جدا، يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.